وصلنا للقسم الأخير في أسبوعنا الأول. رح أحكي أكثر عن موضوع الحسبة الإلحاحية أو الاستعجال، وبدأنا الحديث عنه المرة الماضية من خلال حديثنا عن النمل. شو يعني الحسبة الإلحاحية؟ خلينا نشوف هاي التجربة مع بعض. زي ما انتو شايفين التلج عم بدوب، الشمس طالعة، المهمة مستعجلة، الوقت عم بيعد علينا، الأدوات مرات ما بتكونش مناسبة، لازم أتحرك هلأ. إذا يزن ما عم بيستعجل وما عم بيتحرك بالوقت الصحيح، للأسف المهمة رح تتعطل والهدف ما رح يتحقق. كلمة إلحاحية تعني ضرورة ملحة تتطلب إجراء سريع لا يحتمل الانتظار أو التأجيل، وكلمة استعجال بتحمل نفس المعنى تقريباً وما بتعني أبداً العجلة أو التسرع والتهور، لكن التحرك السريع الفوري نحو إتمام المهام. ولازم ندرك إنه التصرف الفوري بيكون نابع من الدافع الداخلي لإنجاز العمل، عشان هيك لازم دايماً نحفز أنفسنا للإنجاز، وإلا كان التأجيل والمماطلة هو الشيء اللي بيميزنا للأسف. الحسبة الإلحاحية بتطلب منك تروح لمكان عملك أبكر ما يمكن وتبدأ فوراً بالإنجاز، ما تحط معوقات قدامك لكن تعمل جهدك إنك تزيلها وتبدأ بتحقيق أهدافك فوراً. الحسبة الإلحاحية بتطلب إنك تلغي من برنامجك النشاطات اللي بتأخرك عن الإنجاز وبتاخد من طاقتك لنتائج مش محرزة ومش مهمة. الحسبة الإلحاحية إنك ما تكون راضي عن وضعك ومطمئن ومرتاح وكأنه ما وراك إشي، هذا بيولد عندك شعور بالاكتفاء والاسترخاء الزائد عن اللزوم أو ما يسمى بالطمأنينة الزائفة، بتبطل تتحرك بسرعة، بالعكس ممكن تدخل دوامة المماطلة اللي هي عدوة الإنجاز. الحسبة الإلحاحية هو اغتنام الفرصة لإنجاز أهم الأمور في أقل وقت ممكن. الحسبة الإلحاحية بخليك تشتغل مع مواعيد التسليم أو الديدلاينز بصورة فعالة، بتبطل تخاف منها لأنك بدل ما تقعد تقلق عليها وتشك بمقدراتك على تحقيقها بتلاقيك بتقوم وبتتحرك بسرعة وبتحط قلبك في الموضوع وما بتتركه إلا لما تخلصه. وما في مثل الشعور بأنك خلصت وحققت المطلوب وما تأخرت، ومع الوقت بتصير تتدرب تسرع كمان أكتر لحد ما تصير تخلص قبل الوقت كمان ويكون عندك مساحة كافية إما للمراجعة أو عمل أمور أخرى أو حتى وقت ترتاح فيه وبتكون بتستحق مثل هذا الوقت. شوف، ما في طريق مختصر للإنجاز وتحقيق الأهداف. عندي شعار ابتكرته وبستخدمه في شركتي باستمرار بقول النجاح مش للمرتاح. ما بقدر أعيش في عالم الأعمال والإنجاز سواح، مرات لازم أجبر حالي إنه أتحرك فوراً وأبذل جهدي لإنجاز المهام اللي بين إيدي، ما في أي بديل تاني. لما تحس إنه إنجازك لأهم أمور حياتك صار مسألة حياة أو موت، معناته أنت قدرت تطور عندك الحس بالإلحاحية والاستعجال. في إحدى الدراسات لميت مدير تنفيذي تم سؤالهم عن أهم ميزتين بيدوروا عليها في موظفينهم اللي بدهم يرقوهم في العمل. تعرفوا شو كان جوابهم؟ الميزة الأولى تحديد الأولويات، لكن الميزة الثانية كانت القدرة على إنجاز المهام بسرعة، والتنتين هم من ضمن موضوعنا في هذا المساق. سرعة الإنجاز عامل هام للنجاح. الشركات بتدفع رواتب عالية اليوم للشخص اللي بيحرز أكبر قدر من النتائج في أقل وقت ممكن وأكبر عائد ممكن. هاي هي الفعالية، الكفاءة في أفضل تعريفاتها، وأساسها الحس بالإلحاحية والاستعجال.
اسمحوا لي أختم معكم بهاي المقولة لجون كوتر اللي يعتبر أبو التغيير واللي بيستخدم موضوع الإلحاحية بشكل كبير في مؤلفاته. شو بيقولنا كوتر؟ بيقول أولئك المصممون على التقدم والربح الآن ببساطة لا يهدرون الوقت ولا يزيدون مستوى توترهم بالانخراط بنشاطات عمل اعتيادية أو غير مجدية. بكلمات أخرى، بيعرفوا من أين تؤكل الكتف، بيهتموا بالنشاط الصحيح في الوقت الصحيح وبالإيقاع الصحيح. هدول هم اللي بيكون حليفهم دايماً النجاح.